ملاعب الكرة في العالمين في الحقيقة متاحة للجمهور والسياح لتنظيم مباريات كرة القدم الخماسية عليه علشان يستمتعوا بأجواء الكرة جنب أجواء البحر والحفلات والفعاليات المختلفة. المهم أن الملعب اللي تم تأسيسه لاستضافة مباريات كرة القدم في مهرجان العالمين وراء قصة حلوة قوي ومختلفة، تفاصيله مصنوعة بأيادي مصرية 100%. تفاصيل أكتر دلوقتي هنعرفها من كريم جمعة مدير التطوير بشركة سكور جراس. كريم مساء الفل عليك، ويعني احنا شايفين على الشاشة دلوقتي النجيلة عاملة ازاي وكل حاجة جميلة. مساء النور، اهلا وسهلا بيكي واهلا بالسادة المشاهدين، وانا مبسوط جدا ان انا بكلمك دلوقتي وانا في فعاليات مهرجان العالمين بدورته الثانية، ومبسوط بكل الاحداث اللي بتحصل وخصوصا اللي بتحصل عندنا في المهرجان الرياضي. خليني اقول لك يا كريم انه يعني احنا متعودين على المهرجان او اداره المهرجان ان هم دايما بيختاروا الشركات كل حاجه في مكانها، يعني خليني اقول، فاكيد طالما اختاروكوا يبقى انتوا اكيد عاملين حاجه حلوه قوي قوي. احكي لي على الملعب، مجهزينه ازاي، جاهزين للمباراه الكبيره دي، احكي لي. طبعا احنا بالتعاون مع شركه المتحده قررنا من اول يوم ان احنا محتاجين نقدم قيمة حقيقية للناس، مش مجرد لحظة استمتاع أو حاجة ترفيهية تنتهي بمجرد انتهاء الحدث. وعشان كده بدأنا بكذا حدث مهم جدا زي حدث أسرع لعيب وحدث اقطع الكورة من محمود عبد الحكيم اللي حصلوا الأسبوع اللي فات، والأسبوع ده إن شاء الله هيكون معانا حدثين مهمين جدا برضو يوم الخميس، حدث أسرع لعيب وحدث أحرف لعيب. كانت فكرتنا من الأحداث دي إن احنا فعلا نكتشف الموهوبين ونقول لنفسنا ونقول للعالم كله إن مصر عندها مواهب كبيرة لو لقت الدعم الفني اللي محتاجينه، ونحط تحت الدعم الفني 100 خط هيقدروا يعدوا مستويات كبيرة جدا ويقدروا ينافسوا في مستوى تنافسي عالي، ومش بس محتاجين الدعم المادي أو الدعم المعنوي، فالدعم الفني شيء مهم جدا. عشان كده في حدث احرف لعيب وفي حدث اسرع لعيب احنا وفرنا تكنولوجي مهمه جدا ان احنا نقدر نكتشف سرعه كل لعيب ونحددها والسكيلز اللي عنده ونشوف هل هو فعلا احرف لعيب او اسرع لعيب، وبعد كده ناسس له برنامج يطوره ويقدر يساعده على التطور، ونوفر له كل الاجواء المناسبه انه يبقى رياضي قادر ان هو يمثل مصر في المستوى العالي. وبدانا برضو ده من اول توفير ارضيه الملعب. ارضيه الملعب في قسم البحث والتطوير في شركه سكور جراس اللي بالمناسبه هي شركه مصريه ومصنع مصري وهو منتج مصري 100%، قدرنا ان احنا نطور النجيل الصناعي ونتجنب كل عيوب النجيل الصناعي اللي الناس بتشتكي منه زي استخدام مادة الرابر اللي بتكون بتخلي اللعيبة مش بيتنفسوا بأحسن طريقة وبتضايقهم في عملية التنفس، وكمان بتعرضهم للإصابات على مدار تمارينهم أو في فترة الأداء بتاعتهم وتحرمنا منهم لفترات طويلة. واستخدمنا مادة البيوفيل وهي مادة طبيعية بديلة للرابر، خلتنا نستمتع بمميزات النجيل الصناعي بعيوب، يعني خلتنا نبعد عن عيوب النجيل الصناعي ونستمتع بمميزات النجيل الطبيعي. طب انت كنت يا كريم دلوقتي بتقول انه في تكنولوجي هي اللي هتبين اسرع لعيب، احكي لنا عن التكنولوجي دي ازاي؟ يعني انا ده بتخيل معاك كده، هتعرفوا منين يعني انه فلان ده كان اسرع او التاني اسرع؟ التكنولوجي دي هتبقى عامله ازاي؟ عن طريق جهاز الجي بي اس والتايمنج جيت. بنقدر ان احنا في مسافات معينه في خلال يعني داخل الملعب بنرسم الرسمه دي وبنستخدم الاجهزه دي، وعن طريقها بيطلع لنا الرقم في الوقت اللي بيجري فيه اللعيب، وبنقدر نعمل ده مع اللعيب بالكوره ومن غير الكوره. طيب لو انا النهارده يعني حد من المشاهدين بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يشارك يعمل ايه؟
يقدر يزور صفحة تذكرتي. الحجز هيكون متاح من أول بكرة في المرة الثانية لأسرع لعيب. ولو عايز يستفسر عن أي حاجة يقدر يزور صفحة سكور جراس وصفحة مهرجان العالمين. وبس إنه يشوف البوست فين ويكتب كومنت ولا يبعت للصفحة؟ يقدر إن هو يبعت أو يكتب كومنت، وإحنا فريق التواصل هيتابع معاه. احنا اكيد هنتابع فعاليات اسرع اللعيب وهنعرضها معانا هنا. بنشكرك كريم جمعة مدير التطوير بشركة سكور جراس.